أخي متوفى وأنا أعول أولاده وأريد أن أضيف لهم غرفة في منزلي ولا أملك المال، فهل يجوز لي أن أخذ من مالهم؟ من مالهم؟ نعم تأخذ من مالهم من إرثهم وتنفق عليهم، تنفق عليهم من ميراثهم، والمال الذي لهم عندك تنفق عليهم من بالمعروف، وما بقي منه سلمه لهم بعد البلوغ، ما بقي منه بعد النفقة سلموا لهم بعد البلوغ راشدين إذا كانوا راشدين. نعم.